في مثال 15 لمثال 25 بيتكلم عن الدالة الزوجية والفردية، وأنا قبل الفيديو ده كتبت كلام جبت الكلام في الدالة الزوجية والفردية. طيب خلينا نطبق على الكلام اللي شفناه. قلنا إذا كان عندك رقم لوحده، رقم صحيح سالب 4 سالب 500 500 مليون، تمام، على طول تقول الدالة الزوجية. أوكي، أول فقرة أعطاني سالب 4، هذه نقول عنها even. الفقرة الثانية سؤال 17 أعطاني 2x زائدا 1. اوكي نشوف 2x، هنا الاس الاكس واحد يعني فردي، وهنا رقم تمام يعني ايش الاس زوجي. طبعا دام هذا فردي وهذا زوجي فنقول نيذر، لازم يكونوا كلهم كل الاسس الزوجية عشان نقول عنها ايفن، او كل الاسس فردية عشان نقول عنها اود. اذا اختلفوا واحد فردي واحد زوجي فنقول نيذر. نروح لسؤال 18. سؤال 18 3x بس الاكس عندي واحد يعني فردي، نشوف هنا ناقص الجذر 2، نشوف تحت الجذر رقم، وارقام دائما نقول عنها ايفن. اذا واحدة ايفن واحدة اود واحدة ايفن، فنقول عن المسألة هذه نيذر. نروح السؤال 19 3x ربيع زائد 2x ناقص 1، هنا الاكس ربيع الاس الزوجي فنقول ايفن، 2x الاس واحد فردي فنقول اود، خلاص ما يحتاج نكمل اصلا فنقول عن نيذر. ليه؟ واحدة زوجية واحدة فردية. نروح لسؤال 20 يوز 3 على 8. اوكي البسط اود والمقام عدد، فنقول دائما الارقام اسها زوجي، فيكون اود على ايفن موجب على سالب يعطيني سالب يعني اود. نروح لسؤال 21. سؤال 21 اهو اكس على اكس ربع ناقص 1، البسط اكس اس 1 يعني الاس فردي يعني اود، المقام اكس ربيع الاس زوجي ناقص 1 الاس زوجي، يعني كل الكسر اللي في المقام يعطيني ايفن، اود على ايفن سالب على موجب يعطيني سالب يعني اود. نروح لسؤال 24 اكس ربيع زائد 4 ما تحت الجذر، نشوف اكس ربيع اس زوجي والاربع عدد اس زوجي، فدام ما تحت الجذر كله زوجي فيعطيني ايفن. نروح لسؤال 25 اخر سؤال، دائما دالة المقياس ايفن على طول، خلاص انتهى الحل.